اهلا بيكم. زي ما قلنا لكم في بدايه هذه الحلقه، هي حلقه بنحاول ننور فيها على شكل اخر من الشباب، نوع اخر من الشباب. احنا محتاجين ان احنا كل المواهب الجديده او الشابه او متوسطه العمر انها تلاقي مكانها في هذا المجتمع، مجتمع صعب وحياتنا صعبه والسياسه فيه حاكمه، لكن الادب هو دايما مراه السياسه. اسمحوا لي ان انا ارحب بثلاثه يمكن من اهم الكتاب اللي موجودين دلوقتي، كتبهم ذائعه الصيت، رواياتهم موجوده في المكتبات وحصلوا على جوائز سواء محلية أو جوائز دولية. اسمحوا لي أرحب بضيوفي أحمد عبد اللطيف وطارق إمام وياسر عبد الحافظ، ومن غير ألقاب بقى، يعني من غير تايتلز وألقاب. أحمد، أنت آخر إنتاج كان ليك إيه؟ آخر رواية كانت كتاب النحات، دي صدرت في شهر 6 اللي فات. وأعتقد كان ليك صنع المفاتيح كمان. صنع المفاتيح كانت الرواية الأولى، وبعدها كان رواية عالم المندل، وكتاب النحات الرواية الثالثة. إيه اللي بيميز الروايات دي؟ عن؟ أنت تحس أنت وأنت بتقول عليهم دلوقتي، إيه اللي بيميزهم؟ اللي بيميزهم ليه تقروا كتير يعني في رأيك؟ يعني انا اعتقد ان يعني انا بكتب بناء على وجهه نظري انا في الكتابه، اللي هو وجهه النظر اللي من خلالها بحاول ابص من نافذه على الواقع بدون ما اتورط فيه تماما، فيبقى ادب واقعي مباشر فيفقد فنيته. فازاي اقدر اتناول المجتمع او الحياه السياسيه او اقدر اوصل لطرح اسئله بتشغلني، سواء اسئله وجوديه او فلسفيه، في نفس الوقت من غير ما تخلى عن التصور الفني او من غير ما افقد الروايه فنها. اعتقد النحات وصانع المفاتيح الاثنين كانوا بيتكلم في جزء له علاقه بالعنف في التيارات الاسلاميه، العنف بالتيارات الدينيه. وانت بتنشر ده ما قلقتش ان احنا كان السنه اللي فاتت كلها سنه تحت حكم نظام اخواني، وبالتالي ممكن الكتاب ما يتنشرش، ممكن يتعرض لاي ضغوط؟ هو بالمناسبه يعني جزء كبير من روايه النحات كانت مكتوبه ايام حكم الاخوان. بس اعتقد ان الكاتب مهمته في الحياه انه يقول اللي بيفكر فيه، مش انه يخاف انه يقوله. فكتاب النحات يعني انا ما فكرتش اذا كان ممكن يبقى في رقابه او لا، ما فكرتش ممكن اواجه عنف بعد لا كده. لا، وما كانش عندك قلق يعني الناشرين؟ ما واجهتش قلق مع الناشرين في ده؟ لا، ما واجهتش اي قلق من الناحيه دي، خاصه ان احنا يعني برضو دور النشر الخاصه بيبقى عندها حريه اكبر من دور النشر الحكوميه. طارق، 100 كلمه وصلوك لجائزه. ازاي 100 كلمه؟ اولا 100 كلمه ده عمود بالنسبه لنا في الصحافه. فازاي 100 كلمه وصلوك لجائزه دوليه، جائزه اسبانيه؟ هي جائزه اسبانيه زي ما قلتي. هي في القصه القصيره جدا، يعني هي شرطها بقى في قصه قصيره، قصه قصيره جدا وقصه قصيره جدا. 100 كلمه هي شرطها ان القصه بعنوانها ما تزيدش عن 100 كلمه. بعنوانها يعني ده لو العنوان ثلاث كلمات يبقى عندك مشكله. ده اللي خلاني كمان وانا بفكر في العنوان سميتها عين كلمه يعني. فهي في نوع يعني خاص شويه، وده يعني كان في تحدي شويه ان الواحد يعني يدخل مسابقه بالشكل ده ويحاول يعني. بس انت اخدت جوائز قبل كده على ما اعتقد. انا واخد يعني هي دي الجائزه السابعه بالنسبه لي، انا واخد قبل كده اكتر من جائزه. كان فيهم جوائز في الروايه، يعني في فن الروايه وفي القصه القصيره. لكن دي اول جائزه في القصه القصيره جدا بقى يعني جداً. وانت بتكتب للجائزه دي يعني انت كنت بتكتب ال 100 كلمه للجائزه عشان تقدم في الجائزه؟ هي جائزه ايه؟ اعتقد جائزه الاسبانيه هي جائزه اسمها متحف الكلمه. جائزه اسبانيه دوليه، لانها يعني بتتعمل على مستوى يعني اكتر من لغه، مش لغه واحده بس، يعني اسباني وعربي وانجليزي وعبري، ويعني تلقت يعني قصص من كل انحاء العالم، يعني من 119 دوله. لكن انا القصه ما كتبتهاش للجائزه الحقيقه، انا القصه كانت موجوده عندي، يعني كنت جيت فتره كده كتبت شويه قصص قصيره جدا، ولما شفت اعلان الجائزه قلت طيب يعني اجرب حظي. 100 كلمه 100 كلمه انا مندهش من 100 كلمه دي. هو تحدي وهو حاجه صعبه. يعني يوسف ادريس ملك القصه القصيره، يعني ما كانتش 100 كلمه برضو، قصه قصيره كانت قصه قصيره. هي حاجه صعبه، وانا بالصدفه لما كتبت القصه دي يعني انا مثلا يعني ما كانتش اطول من كده ولخصتها علشان مثلا ابعتها للجائزه، لا انا لما شفت الاعلان كان عندي اكتر من قصه كده صغيرين جدا، منهم القصه دي، ويعني القصه دي كمان انا اخترت ان انا اقدمها لان انا
يعني بحبها، شايف انها كانت فيها انعكاس شويه للي بيحصل من وجهه نظري، يعني اللي بيحصل في الكام سنه اللي فاتوا يعني. فجذفت بيها. القصه دي بتتكلم عن عين لقيتها على رصيف والعين باكيه على ما اعتقد. ان انا يعني لقيت وانا ماشي في الشارع لقيت عين مكتمله مختلفه عن العيون المصفاه في شوارع القاهره يعني. كنت وقتها متاثر شويه يعني بعد ثوره يناير وكده بفكره ضرب العيون اصابه العيون. فهي القصه مبنيه على تخيل ان واحد لقى عين مكتمله ولسه قادره تنظر فبيمسكها وبيلاقيها لسه وفيها دموع وقادره على ان تبكي يعني. فبيبدا يلف بيها شوارع القاهره يدور على شخص يهديها له، شخص يكون فقد عينه علشان يهديها له. في اليوم دوت يعني هو في الاخر بيقول ان انا وجدت اشخاص فقدوا كل شيء الا عيونهم في هذا اليوم. ولما رجع البيت في الاخر فقاها، قرر ان هو يحرمها من النظر ويعني وفقاها لغايه ما تاكد ان الدنيا اظلمت امامها. وبين في اخر سطر بيقول يعني لما روحت البيت يعني افتكرت ان انا في يوم من الايام يعني فقدت عينا. يعني هو نفسه بيفتكر في النهايه ان هو عينه نفسه، هو نفسه فقد عينه يعني. فهي كانت جايه من يعني كانت بالنسبه لي بتلخص شويه حاجات في الثوره بشكل خيالي يعني في ظروف الثوره. هل لانها بتعبر عن او انعكاس لوضع سياسي ما، شايف انها يعني لقت مكانها كمان في القراءه يعني في انها تفوز بجائزه؟ اعتقد ان الجائزه لما بتبقى يعني خارج القطر، يعني لما بتبقى جائزه مثلا ليها بعد دولي شويه، بيبقى الجزء ده ممكن يكون يعني له أهمية شو يعني. ممكن يعني إنها ممكن تكون بتعكس لحظة معينة المجتمع ده عايشها مثلا، تكون عكس الشيء في الثقافة في اللحظة دي. يعني أعتقد إن ده ممكن يكون ليه دور يعني إنها ليها معنى إنساني طبعا. يعني شامل شوية. ممكن تاخد الجائزة دي في نوفمبر. هستلمها في نوفمبر الشهر الجاي. مبروك. الله يبارك فيك ياسر. أنت خدت جائزة دولة تشجيعية؟ لا 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 لا, لا. انا عندي روايه قبل كتاب الامان. كتاب الامان هو الروايه اللي لسه صادره حديثا يعني. عندي روايه قبلها اسمها بمناسبه الحياه، دي كانت صدرت في 2005 ووصلت للقائمه الطويله لجائزه البكر العربيه. بكر وقائمه بكر دي قائمه مهمه برضه في بالتاكيد. هي جائزه البكر في الحقيقه يعني بقت واحده ان ما كانتش اهم جائزه عربيه صحيح. حاليا يعني صحيح. لانه هي القائمه الطويله لما بتعلن بتحفز كتير على يعني على القراءه. القائمه الطويله ومن بعدها القائمه القصيره. اعتقد مولانا لابراهيم عيسى وصلت للمركز السادس على ما اعتقد، والمرشد كمان. هي كانت في مولانا كانت في القائمه القصيره اللي هي الشورت ليست واللونج ليست. ست روايات بالظبط. ست روايات. وبعدين في روايه بقى هي اللي بتاخد الجائزه الكبرى يعني اللي هي بتبقى فايزه بجائزه البوكر لهذا العام او لهذه الدوره. غير ان انت بتكتب، انت نائب رئيس تحرير جريدة اخبار الادب، هل موقعك في الجريدة بيجعلك على اتصال بعالم الادب عموما، بيخليك مثلا بشايف ايه اللي بتتلقاه؟ انت حاسس نوع الادب ايه اللي بيجي لنا دلوقتي او اللي بيفرزه هذا المجتمع يعني حاليا بقى في الوقت اللي هو بتاع الثورة؟ انه طبعا طول الوقت بيبقى عندنا كم كبير من الانتاج الادبي. وفي الحقيقه احنا في مصر يعني في نسبه يعني شريحه عريضه محبه لكتابه الادب يعني من الخواطر، وبعدين بتنتقل للشعر، وبعدين بتنتقل او للقصه والروايه وهكذا. هي بس في الفتره الاخيره انه اللي حصل تحول بقى الادب بيحاول يرصد الثوره وتفاعلات المجتمع معاها، وده ممكن يبقى الحكم عليه شويه بدري. يعني 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 النتاج الادبي اللي هو بيحاول يرصد الثورات يعني كل اللي انا شفته تقريبا سلبي. اسمحوا لي ان اتلقى هذا الاتصال الهاتفي مع الكاتب الكبير الاستاذ يوسف القعيد. مساء الخير يا استاذ. اهلا. مساء الخير. اهلا بيك. كل سنه وانت طيب. وانت طيبه يعني. وانا يعني عايز احييك الاول شكرك. انك بتستضيفي ادباء ربما بيطلعوا لاول مره، فده حاجه تحسب لك وتحسب شكرك. للمحطه شكرك. وهم يستحقوا هذا من قبل ظهورهم معاكي بفتره طويله جدا.
نتيجة جهادهم وجهودهم ومغامرتهم في الكتابة. أنا بشكرك، ويعني عايزة أسأل حضرتك يعني مش بس عن هؤلاء الشباب، أو بلاش شباب يعني أكبر شوية من شباب، يعني مش بس على الجيل ده، لكن هل حاسس إن ده جيل مظلوم يا أستاذ يوسف نتيجة الـ يعني الصورة، التلفزيون، الدوشة، الصخب، الثورات؟ هل حاسس إن أدب هذا الجيل أدب مقهور في القراءة، يعني ما بيتلحقش يتقري؟ لا أنا لا أعتقد إن في ظلم أو في قهر في القراءة، لأنهم يعني رغم وجود الإعلام ورغم وجود ثقافة الإنترنت ورغم كل المستجدات التي لم تكن موجودة في الستينيات التي بدأنا نقرأ فيها، إلا أن نسبة مقروئيتهم جيدة ولا بأس بها، وكتب عن أعمالهم الأدبية من الدراسات النقدية، وحصلوا على جوائز أدبية مهمة داخل مصر وخارجها. فهنا يعني لابد أن يعني أن نرفع شعار الظلم وأن نرفع شعار القهر، لكن المجتمع ككل، المجتمع المصري والمجتمع العربي ومجتمع العالم الثالث لا يهتم بأدبائه وكتابه ومبدعيه مثلما نجد في أوروبا ومثلما نجد في أماكن أخرى لا توجد فيها أمية، والكتاب يمكن أن يبيع ملايين، لدرجة أن أي كاتب في العالم يكفي أن ينشر عمله الأول ويعيش بعد ذلك بقية حياته من عائد كتبه، ولا يضطر للعمل في أي وظيفة على الإطلاق. ودي مشكلة سارق مجتمع، مشكلة نسبة أمية، مشكلة إدراك لأهمية الكتاب، أهمية القراءة وأهمية التثقيف، ودي للأسف ليست موجودة بنفس القدر في مجتمعاتنا. حتى رغم وجود الانترنت، وحضرتك يعني ذكرت الانترنت، انا بشوف في اجيال كتيره بتقرا الكتب دلوقتي على النت. انا لسه من الجيل اللي لازم يمسك الجورنان ويمسك الكتاب بورق وحاجات كده، لكن حضرتك ما تعتقدش ان فكره النت وان الكتب موجوده على النت ده ممكن يزود القرايه، ولا هو مجتمع رافض لفكره القرايه اساسا؟ والله الى ان يصدر تشريع ويقنن وضع الاعمال الادبيه على الانترنت ويجعلها تقرأ بمقابل وليس ولا تقرأ بالمجان أو بالعدوان أو بالسرقة أو باللصوصية، إلى أن تنظم هذه المسألة ويبقى الدخول على النت لقراءة نص أدبي مقابل مبلغ من المال يسدد عن طريق فيزا كارد أو أي شيء آخر. الأمور الآن على النت بالنسبة لنا قراءة مجانية ونوع من القرصنة، وكل منا له أعمال أدبية على الإنترنت لا يعرف كيف وضعت ومن الذي وضعها ومن الذي أباحها للناس بهذه الطريقة. هذا فضاء لا علاقة لنا به ولم ننظمه، ولا توجد قوانين حاكمة تحاسب من يقرصن أو من يعتدي أو من يسرق، ولا بد أن تصدر مثل هذه التشريعات، ولا بد أن تنشأ إدارات للمحاسبة. لكن ظروف المجتمع المصري أنت أدرى بها، والشباب الذين معك أدرى بها أيضا، تجعل مثل هذه الموضوعات طرف أن نطالب بها الآن وأن نلح عليها الآن. لكن الإنترنت لا يشكل إضافة ضخمة لرصيد الكاتب إلا لتوسيع دائرة قراءه، أما العائد الذي يمكن أن يعود عليه ويريحه من عناء البحث عن لقمة العيش ما زال في علم الغيب. طيب النصيحة بقى توجهها لهم يا أستاذ يوسف، يعني لهؤلاء الشباب سواء أحمد أو طارق أو ياسر، ماذا تقول لهم يعني كي بص يا أستاذ لميس، أنت يعني في تاريخك الأستاذ هيكل، وأنا بنقل لحاجة تانية بسرعة. أستاذ هيكل كلما سألت نصيحة في أي شيء يقول لي أنه النصيحة نوع من الوهم، لأن كل جيل يعرف ماذا يريد. وأنت معاكي ثلاثة متحققين وكتبوا ونشروا وحققوا إنجاز يتفوق حتى على أعمارهم، إنجاز لي أن أنصحهم كأخ أكبر. فأنا يعني أنصحهم بأنه فكرة الوصول للقمة أو تحقيق المثال مسألة ضارة أكثر من كونها مفيدة، ولا بد أن يعانق الإنسان مع كل عمل أدبي مادته كما لو كان يكتب لأول مرة في حياته. وأنا أعتقد أن هذا الجيل
ليس مغرورا ولم تتوفر له عناصر الغرور، وبالتالي أعتقد أنهم سيستفيدوا كثيرا ما بين كل عمل والعمل الآخر. والنصيحة لا قيمة لها مني، لأن يعرفون جيدا ماذا يريدون، فهم استفادوا كثيرا من الأجيال السابقة عليهم وقرأوها بعناية، وأعتقد أنه الفترة القادمة ستكون أفضل بالنسبة لهم بعد أن تستقر الأحوال في مصر، وبعد أن تتأسس الدولة المدنية، وبعد أن نجد المصريين الجدد اللي هم ممكن يقرأوا بشكل أفضل من المصريين القدامى. مصريين الجدد دي فكرة كويسة أوي. بشكرك أستاذ يوسف القعيد. أنا بشكرك جدا، بشكرك. وأحييك مرة تانية بشكرك. على الاهتمام بالأدباء، بطارق إمام، بياسر عبد الحافظ، بأحمد عبد اللطيف. وطارق إمام بلدياتي من البحيرة، وهو ينتمي لعائلة من الأدباء، أبو سيد إمام الناقد المهم، ولولا وجوده في دمنهور كان بقى له شأن آخر. وعم رضا إمام القصاص المهم أيضا في دمنهور، وإحنا بلديات. وأحمد عبد اللطيف أنا قرأت له، وياسر عبد الحافظ أنا قرأت له، وأعتقد ينتظرهم مستقبل أفضل إذا كان ينتظر مصر مستقبل أفضل. إن شاء الله ينتظر مصر مستقبل أفضل، ويعني أنا واثقة من ذلك. بشكرك شكرا جزيلا أستاذ يوسف القعيد، المصريين الجدد. أنا هاخد من هذه الكلمة بس أخرج فاصل، بعد الفاصل نعلق على هل هناك مصريون جدد بعد الفاصل.